سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهارده إن شاء الله بإذن الله معانا موضوع جديد. كل اللي احنا خدناه الترم اللي فات لغاية الأسبوع اللي فات احنا كنا بناخد الحركة في خط مستقيم، يعني كان بيبقى دايما اتجاه الجسم متغير ولا ثابت؟ ثابت. وشفنا الآتي. أول حاجة شفناها لو الجسم تأثر بقوة في نفس اتجاه السرعة، يعني أنا أثرت عليك بقوة في نفس اتجاه حركتك. كلمة نفس اتجاه ساعات يلعب بيها معاك، فالقوة اللي بتأثر على جسمي في نفس اتجاه السرعة معناها ان الزاوية بين متجه القوة ومتجه السرعة، الناس اللي فاهمة ان سيتا بتساوي صفر. فكان الكلام بيبقى حاجة من الاتنين، اذا تأثر الجسم بالقوة في نفس اتجاه السرعة او اذا كانت الزاوية بين متجه القوة والسرعة بتساوي صفر. الناس اللي عارفة واحد بيتحرك كده انا زقيته في نفس الاتجاه، فقولا واحدا مقدار السرعه كان هيه، هنلاقي ان هتسبب زياده في مقدار الايه، يعني هيتحرك بعجله موجبه ويكون اتجاه القوه موجب. ولكن الناس اللي فاهمه في حاجه مهمه جدا بتحصل، ان مقدار السرعه بيزيد لكن اتجاه السرعه بيتغير ولا زي ما هو في خط مستقيم. يعني خلاصه القول، إذا تأثر الجسم بقوة في نفس اتجاه السرعة، يعني الزاوية بين متجه القوة ومتجه السرعة بتساوي صفر، فده يسبب زيادة في المقدار، لكن الجسم هيفضل زي ما هو ماشي معايا في خط مستقيم. وخدنا برضو لو كان اتجاه القوة عكس اتجاه السرعة، زي قوة الفرامل أو قوة الاحتكاك، فكان يجي يقول لحضرتك اذا تأثر جسم بقوة في عكس اتجاه حركته، او يقولها لك اذا كانت الزاوية بين اتجاه القوة واتجاه السرعة بتساوي 180 درجة، الفرامل او قوة الاحتكاك مش بتزود مقدار السرعة، هيبقى عكس اللي حصل اللي فات، هتقلل معايا مقدار السرعة. بس برضه رغم ان المقدار بيقل الاتجاه بيفضل زي ما هو ثابت. يعني خلاصة القول، سواء أثرنا على الجسم القوة في نفس اتجاهه أو بقوة في عكس اتجاهه، يا عيني على اللي مركز، فإن التغير بيكون في المقدار لكن الاتجاه ثابت. يعني حضرتك القوة في نفس الاتجاه، المقدار بيزيد والجسم يفضل يتحرك في خط مستقيم. القوة في عكس الاتجاه، المقدار بيقل. كمل الجملة. والجسم برضو بيفضل يتحرك في خط. الجديدة، لو الجسم تأثر بقوة، الزاوية اللي انت شايفها دي كم درجة؟ الجسم كان ماشي كده، تأثر بقوة كده، كل اللي فات اللي اتشرح كان التغير في المقدار ولكن الاتجاه ثابت. يعني القوة لما بتغير المقدار مش بتيجي جنب الاتجاه. حضرتك تتوقع لما القوة تأثر على الجسم كده هتغير من الاتجاه. طب ولما تغير من الاتجاه، يا عيني علي كمل جملة، هتيجي جنب المقدار. بص اللي هيحصل هنا، الزاوية كم درجة؟ هتسبب تغير في دوران الجسم، يعني الجسم هيبدأ يدور. معلش، الجسم كان ماشي كده هيبدأ يدور، يعني اتجاه الجسم هيتغير. اللي ركزت في الشرح، الحالة اللي قبل كده والحالة اللي قبلها انا كنت بلعب في المقدار، كان الاتجاه ثابت. فانت القوة هنا لما هتسبب الدوران يعني هتبدأ تغير في الاتجاه، معنى ان الاتجاه يتغير. الله عليه كم الجملة، ان مقدار السرعة ثابت. خلاصة القول، القوة لو بتأثر على الجسم
الجسم بيتحرك بسرعة، السرعة كمية متجهة ليها ايه وليها ايه، ليها مقدار. لو القوة غيرت في المقدار اما بالزيادة او بال مش هتيجي جنب الاتجاه. اما لو القوة غيرت في الاتجاه مش بتيجي جنب الله. يعني الله بص اللي هيكمل الجملة، هتسبب دوران الله. كمل الجملة بسرعة ثابتة. ليه دوران الجسم؟ لان هنا هيحصل تغير في الاتجاه. يا رب حقق حلمك، لكن مقدار السرعة هيظل ثابت. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جيت بصيت هتلاقي هنا ان انا عملت عملية دوران، غيرت في اتجاهه لكن ما جيتش جنب الله. عايز اقول اللي انا قلته تاني ويبقى قدام عينيك. احنا اول حاجة خدناها لو القوة فيه فرحني وكمل الكلمة اللي ناقصة وخلي مصر تعرف ان اسكندرية فيها ابطال. يعني الزاوية هنا بكام؟ بقول نفس الاتجاه، الزاوية هنا بكام؟ ما سمعتش الزاوية هنا بكام؟ الله، ايه اللي هيحصل لمقدار السرعة؟ هيزيد. طب الاتجاه هيظل ثابت. فلو جينا شفنا الحالة دي زي ما حضراتكم قلتوا، الزاوية بكام؟ الزيادة هتكون في المقدار دون تغير الاتجاه. طب وديت فرحني، الزاوية كام؟ ودي يا اما زي قوة ايه او ايه خدناها في المنهج، يا قوة فرامل عسل يا قوة ها. اللي هيحصل ان مقدار السرعة سمعني هي ايه؟ هيقل، لكن برضو الاتجاه ثابت. الله الله الله، سواء كانت الزاوية كام او الزاوية كام، يا عيني على اللي يقولها، سواء كانت الزاوية كام او الزاوية كام. فاللي بيحصل ان الاتجاه دايما بيبقى والتغير بيكون في يعني سواء القوة الله عليه كام الجملة أثرت فيه او أثرت فيه، اللعبة بتكون في المقدار، يا عيني على هيكمل الجملة اما بالايه او بالايه، لكن الاتجاه بيكون. اما لو كانت في اتجاه يعني الزاوية عاملة معك انت هتلعب في الاتجاه لكن المقدار، يعني الجسم هيدور بس بسرعة بتزيد ولا بتقل ولا ثابتة. خلاصة الكلام، انت القوة لو لعبت في المقدار مش بتلمس الاتجاه، ولو سببت دوران وغيرت الاتجاه مش بتلمس المقدار. يلا بينا نتفرج. صلي على سيدنا النبي. دي طوبة حجر حسام ربطها في حبل. حسام واقف مكان النقطة دي، ربطتها في حبل وبدأت تحركها. حد يقول لي حركة دي عايزك تشوف الألم وانا بتحرك كده، شايف الاتجاه وانا بتحرك كده، الاتجاه هو هو ولا بيتغير؟ تعال نشوف المشهد. الحجر ده واقف هنا وهيبدأ يدور كده، فهو واقف هنا كان اتجاهه كده، لما هيبدأ يدور الله الله ويجيلي في المكان ده وبص الاقيه يجيلي هنا، اتجاهه هو هو ولا هيختلف؟ وهو بيكمل لما هيجيلي في المكان ده اتجاهه هو هو ولا هيختلف؟ الله 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 الله، ولما هيجيلي في المكان ده اتجاهه هو هو ولا هيختلف؟ ما هو اللي شايف. حسام واقف هنا ورابط الحجر، رابط الحجر، رابط الحجر وعمال يحركه. حد يسمعني حركة؟ يا رب حقق حلمك. هي اتجاه القوة واتجاه السرعة، سمعني الزاوية بينهم كم درجة؟ طب ما حسام كان لسه قايلها من شوية، طالما الزاوية كم درجة التغير بيكون في لكن المقدار. طب تعالى نتفرج على الحجر وهو بيدور نشوف الكلام بيحصل ولا لا. الحجر هو بدأ يشتغل، نازل الحجر وصل هنا الاتجاه اتغير، جالي هنا الاتجاه اتغير، طالع الاتجاه اتغير، رجع تاني. اذن وهو بيتحرك على سطح دايرة كل لحظة اتجاهه بيتغير. بس حضرتك لو راقبت الحجر عايزك تراقب حاجة تانية، ولا السرعة ولا بتزيد ولا
لان التغير هنا بيكون في الاتجاه لكن المقدار ماله. الله. اذا لما الجسم يتحرك على سطح الدائره بيتأثر بقوة اتجاهها، يا عيني على اللي يسمعني، اتجاهها يا عيني على اللي يسمعني، اتجاهها يا عيني على اللي يسمعني. ايه علاقته باتجاه السرعة؟ عمودي عليه. اي ان اتجاه القوة يصنع مع اتجاه السرعة. سمعني صوتك زاوية كم درجة؟ وطالما الزاوية يبقى احنا بنلعب في الاتجاه ومش هنيجي جنب الله. صلى على النبي وركز في الورقة اللي جاية. لو جينا بصينا هنا خصائص الحركة الإلهي يا رب اللي يقولها بصوت عالي يجيب مجموعة عليه. أول حاجة هتكلم عن الله. لا ثواني بقى، ثواني. الله اللي هيسمع أبو حسام، هي السرعة كمية قياسية ولا متجهة؟ بحبكم، ليها مقدار وليها إيه؟ طب تعالى لي أول حاجة هتتكلم عن الاتجاه. اتجاه السرعة ثابت ولا بيتغير؟ مش سامع صوتكم عالي. اتجاه السرعة ثابت ولا بيتغير؟ الله أكبر، الله أكبر. لكن مقدار السرعة عسل. ما هو طالما لعبت في الاتجاه مش أنس الله. طب تعالى اتجاه القوة. الله الله. طالما الاتجاه ايه؟ الاتجاه ايه؟ اتغير. يبقى معنى كده ان اتجاه القوة نقط اتجاه السرعة في نفسه ولا عكسه ولا عمودي عليه؟ حبيبي يا رسول الله، يعني متجه القوة. الرجل كتب لي كلمة عمودي، اكيد انتوا عارفين الكلمة اللي هتظهر عمودي على اتجاه الله. لان لازم اللي فاهم اتجاه القوة يصنع مع اتجاه السرعة. سمعني صوتك زاوية كام؟ بحبكم، لانه لو كان صنع معاها زاوية صفر كان المقدار هيزيد والاتجاه ثابت. لو صنع معاها زاوية ها 100 كان المقدار هيقل لك وبرضو الاتجاه. لكن اللي حصل هنا سمعني الاتجاه اتغير والمقدار هو اللي ايه. فقولا واحدا اتجاه القوة سمى حسام ها عمودي على اتجاه السرعة. ونيجي للعركة. ايه الكلمة دي؟ اتجاه العجلة. ايه الكلمة دي؟ مقدار السرعة. احنا خدنا الترم اللي فات لما الجسم يتحرك بسرعة ثابتة العجلة بتساوي خدناهاش كده. احنا خدنا الترم اللي فات لما يتحرك بسرعة ثابتة في خط. السرعة السرعة تعتمد على ايه وعلى ايه؟ المقدار والايه؟ سمعني العجلة، العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للز. قولها لي تاني. العجلة هي ها معدل تغير اقرف معدل تغير الايه؟ السرعة كمية متجهة تعتمد على الايه والايه؟ يعني العجلة بتعتمد على تغير السرعة، يا اما تغير المقدار يا اما تغير الاتجاه. فانت لغاية قبل حصة النهاردة كنت بتاخد حركة في خط ايه؟ كان الاتجاه ايه؟ ثابت. فكانت العجلة تعتمد على تغير مقدار السرعة. لو السرعة زادت عجلة موجبة، لو السرعة قلت عجلة سالبة، لو السرعة ثابتة كانت العجلة بتساوي. ليه؟ ان كان المقدار ثابت. كمل الجملة. والاتجاه ثابت. لكن انت النهاردة انت ماشي في اتجاه ثابت ولا اتجاه متغير؟ فانا عندي عجلة بتعتمد 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 اصحى على تغير اتجاه السرعة. لان السرعة ليها ايه وليها ايه؟ مقدار وايه؟ عشان يبقى في عجلة كفاية حاجة تتغير، يا اما المقدار يتغير والاتجاه، يا اما الاتجاه يتغير والمقدار. فيجي يقول لك قد يتحرك الجسم بسرعة منتظمة بسرعة منتظمة بسرعة منتظمة وتكون له عجلة. اقول له عندما يتحرك على سطح دائرة، لان العجلة على سطح الدائرة تعتمد على تغير مقدار السرعة ام اتجاه السرعة. بس خلي بالك، كنا بنقول الاسبوع اللي فات عندك قوة عندك عجلة. زي ما القوة عمودية على السرعة فالعجلة في نفس اتجاه القوة، يعني هما الاثنين عموديين على اتجاه السرعة. ركز في اللي جاي.
الكلام هيتقال تاني بصوره اوضح. هنا قال لي شروط الحركه الدائريه. امتى اتحرك على سطح دايره؟ حسام كان رابط حجر في خيط. طول ما انا رابط الخيط وايدي بتاثر الحركه، حد يقول لي الحركه دي حركه ايه؟ دائريه. طب لو الخيط اتقطع هيكمل حركه دائريه ولا خط مستقيم؟ فاول حاجه في شروط الحركه الدائريه لازم يبقى عند حضرتك قوه مركزيه بتشد الجسم في اتجاه المركز. صلي على سيدنا النبي. القمر بيدور حوالين انتوا يعني ولا فيزياء ولا علوم، انا عاملين معاكم ايه؟ القمر حوالين الشمس. طب والارض بيدور حوالين ايه؟ سنتر. القمر بيدور حوالين الله، عشان الارض بتشد القمر بقوه جاذبيه. طب والارض بتدور حوالين الشمس. طب اشمعنى؟ عشان الشمس بتشد الارض بقوتها جاذبيه. اذا عشان اتحرك حركه دائريه حول الجسم، طب الحجر بيدور حوالين ايدي لان ايدي رابطاه في حبل بتاثر عليه بقوتها جاذبيه. بس قوه الجاذبيه دي اللي شاطر ليها شرطين. الله الله، هتغير. حد فاكر بتغير من ايه؟ اتجاه السرعه. تغير من اتجاه السرعه. ولا يا رب اللي يقولها يحقق حلم، ولا تؤثر على مقدار السرعه. فمقدار السرعه بيكون ثابت، هي بتغير من الاتجاه ولا تؤثر على المقدار، لان هي شغاله على واحده فيهم. الله اللي يقول لي وطالما عندك قوه، يا عيني على اللي بيفهم، لازم يبقى عندك عجله. القوة اسمها قوة مركزية، العجلة اسمها عجلة مركزية. العجلة اللي عندي بتبقى في نفس اتجاه نفس اتجاه نفس اتجاه، وانا سايب ايدي. القوة اللي بيحصل في القوة بيحصل في العجلة. نفس اتجاه القوة، يا عيني على اللي يرد، يعني هي عمودية على اتجاه ثانية واحدة. هي القوة مش عمودية على السرعة، يبقى العجلة عندي برضو عمودية على اتجاه السرعة الممسية اللي بتحرك بيها على سطح الدائرة. خلاصة الكلام، عشان اتحرك حركة دائرية لازم يبقى عندي قوة. لو الحبل ده اتقطع مش هتحرك حركة دائرية واتحرك في خط مستقيم. القوة دي بتعمل ايه؟ بتغير من 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 اتجاه السرعة، ومش بتغير من مقدارها. وطالما عندك قوة يبقى عندك عجلة في نفس اتجاه القوة وعمودية على السرعة. اخر مرة هنقولها بس انت اللي هتكمل. أنا عشان أتحرك حركة دائرية، خلاصة الكلام، لازم اتجاه السرعة ومقدارها ثابت. الحاجة التانية، لازم اتجاه القوة، يا عيني عليك، كمل جملة، نفس اتجاه يا رب تحقق حلمك، وكلاهما هما الاتنين عمودي. الله يسعدك دنيا وآخرة، هما الاتنين عمودي على اتجاه السرعة. يلا نسمي الله ونشوف الأسئلة. السؤال الأول معانا بيقول لي لو الخيط اللي قدامنا ده اتقطع عند النقطة إكس، الحجر ماشي 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 جالي هنا، الخيط اتقطع عند النقطة إكس فالحجر أهو، يا عيني على اللي فاهم، هل هيكمل حركة دائرية ولا في خط مستقيم؟ يكمل في خط مستقيم مماسا لمكان القطع، فأكيد هتبقى الإجابة في اتجاه الجنوب. السؤال اللي بعده، الله اللي فاهم، تعال نحلل المشهد. القوة اللي 5 نيوتن هتشد الجسم إلى، والقوة 3 نيوتن بتشده إلى، يا عيني على اللي هيكمل معايا، هما دول في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ المحصلة جمع ولا طرح؟ الكبير دايما. خلاصة القول آدي الجسم. فالجسم ده هيتأثر بقوة إلى أعلى 5 ناقص 3 عاملة معايا 2 نيوتن. والراجل قال لي الجسم بيتحرك في هذا الاتجاه، يا عيني على اللي فهمان، هي الزاوية بين اتجاه القوة واتجاه السرعة. سمعني صوتك كم درجة؟ يبقى قولا واحدا، هلعب في الاتجاه واستحالة هعرف العب في المقدار، لان الزاوية هنا كام؟ 90. السؤال اللي بعده سهل خالص، اذا تحرك الجسم في مسار ايه؟ اكتب لي عندها لو انت فهمان، سيتا بتساوي 90 درجة،
فإن السرعة تتغير بيكرر نفس الفكرة، هتبقى الإجابة اتجاها فقط. الله الله الله، يكون اتجاه العجلة المركزية. ثانية واحدة، هو هنا سأل على اتجاه اللي ركز في الشرح، اتجاه العجلة نفس اتجاه، يعني ادي الجسم حضرتك اهو. الناس اللي فاهمة لما العجلة تبقى موجب القوة تبقى موجب، العجلة سالب القوة سالب، فآدي اتجاه القوة وآدي اتجاه العجلة في نفس اتجاه القوة، وهما الاثنين متعامدين على اتجاه السرعة. فطالما سأل على القوة الإجابة نفس، دايما اتجاه العجلة نفس، دايما اتجاه القوة نفس اتجاه العجلة. السؤال اللي بعده، جسم يتحرك بسرعة منتظمة، اكتب لي فوقيها المقدار ثابت، في اتجاه ما، فإذا أثرت قوة على الله الله الله، الكلمة هنا ايه؟ يا عيني على ابني اللي فهمان، الكلمة هنا ايه؟ يا عيني يعني سيتا يلي فاهم فيزياء عاملة معايا هنا كم درجة؟ فإن الايه؟ اولا طالما عكس دي زي اللي انت درستها في المنهج، اللي عايز تفهم دي يا اما قوة الايه يا استاذ؟ ياللي عايز تفهم اكتر او دي اما قوة ايه؟ رد علي، ها الاحتكاك، يا قوة فرامل يا قوة. قولا واحدا، هل دي بتزود مقدار السرعة ولا بتقلل؟ ويا عيني على فهم، طالما لعبت في المقدار سمعني صوتك مش هالمثل، فلازم المقدار هيقل ولا يتغير الاتجاه. صلوا على سيدنا محمد، اللي فاهم هيستعين بالله وهيوقف الفيديو ويبدأ يحل الصفحة كلها لوحده. الصفحة فيها أسئلة مهمة جدا. السؤال ده احنا حلينا زيه من شوية، اللي كان مركز في الفيديو ومركز في المحاضرة، القوتين دولت عكس بعض، فهيديني قوة محصلة الكبير دايما يكسب اتجاهها الى اسفل. والراجل مؤلف السؤال قال لك الجسم ماشي في اتجاه الشرق. اذا اللي شايف معايا الزاوية دي كم درجة؟ اللي فكر صح ربنا ان شاء الله ينور لك بصيرتك. الاجابة به، بتحل بايدك في المحاضرة يبقى انت بتتعلم، بتتفرج على المدرس يبقى انت ما جيتش من البيت. السؤال اللي بعده، الحبل اتقطع هنا، اشوف لو انا كنت ماشي كده كانت تبقى اكس سي، لكن الراجل قال لي انا ماشي في الاتجاه ده، فانا ماشي كده، الحبل اتقطع هنا، هكمل في خط مستقيم، تبقى الاجابة اكس بي. احلى سؤال اكتب لي عليه مهم جدا وسيب لي في ايدك. بص الراجل قال ايه، انا عايز الجسم، حد يقول لي ها يدور، يعني انا عايز الزاويه بين اتجاه القوه واتجاه السرعه كم درجه؟ 90. هنا بقى سيب لي نفسك، لازم الطلبه تبقى عارفه الزاويه بين مين ومين. السؤال ده لما يجي في الامتحان شعب كتير يتغفل ويختاروا الف. ليه يا ابني؟ هتلاقي الولد اللي يختار الف يقول لي يا مستر ادي اهيت الزاويه هنا كم درجه؟ 90. الزاويه هنا 90 بين قوتين. حسام قال لك الزاويه 90 بين القوه والسرعه، القوتين دول 90 درجه، لما اجي اخد المحصله هتطلع من نقطه التقابل، فالقوه دي اتشالت والقوه دي اتشالت، وتبقى ديت القوه المحصله. واللي شايف ادي اتجاه السرعه، الراجل رسمهولي اهو، ادي اتجاه السرعه، فالزاويه بين اتجاه السرعه واتجاه القوه اكبر من 90. استحالة الجسم ده هيدور، لان شرط الدوران ان تكون القوة عمودية على السرعة، فالف دي تغفل. وفي ناس هتشوف التسعين هيختار عشان الزاوية، هو لازم يعرف تبقى بين مين ومين. لو جينا بصينا الاجابة به، الاجابة به، القوتين دولت متساويين في المقدار وعكس بعض في الاتجاه، المحصلة هنا بتاعة القوة ايكوال زيرو. فاللي فهمان هذا الجسم يظل على حالته، وتبقى ده اجابته تبع قانون نيوتن الاول.
لان هنا محصلة القرب صفر. فلو هو قال لي انا عايز جسمي يظل على حالته كنت هختار بيه. لو رحنا بصينا على دال الله اللي فاهم، هنا اتجاه القوة عكس اتجاه السرعة، فهنا اللي هيحصل ان المقدار هيقل بس لكن الاتجاه هيظل ثابت. فلو الراجل كان عايز في السؤال اي الاشكال المقدار يقل دون تغير الاتجاه كنت هختار دال، لان اللي مركز معايا الزاوية هنا 180 درجة. اما لو جينا شفنا القوة ديت والقوة دي محصلتهم بصفر، تتبقى معايا القوة دي وآلي السرعة، الزاوية بين القوة والسرعة 90 درجة، يبقى هنا يحدث دوران. الفكرة الناس اللي بتختار 90 من غير ما تفهم، التسعين لازم تبقى ما بين اتجاه قوة واتجاه سرعة. اكتب لي على السؤال، مهم جدا للامتحان. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح سيارة تتحرك بسرعة V. الشكل المقابل يوضح سيارة تتحرك بسرعة V، العربية ماشية في اتجاه الشرق ومرسومة عندكم في المذكرة، فأثرت عليها قوة F، فإن مقدار السرعة. قولا واحدا، لو القوة بتأثر في نفس اتجاه السرعة اللي هو اتجاه الشرق السرعة هتزيد، ولو القوة بتأثر في عكس اتجاه السرعة اللي هو اتجاه الغرب السرعة هتقل. يعني وانا بختار يقل اذا كانت القوة في اتجاه الشرق. بص دي غلط، طالما قلت الف غلط عافية لازم به صح، لان لو اتجاه القوة واتجاه السرعة هما الاتنين في نفس الاتجاه فان المقدار يزداد، وطالما قلت به صح عافية جيم غلط، وطالما قلت جيم غلط عافية دال صح. يعني الاجابة الصح هتبقى عند حضرتك به صح ودال صح، لان احنا قلنا في المحاضرة المقدار يزداد لو اتجاه القوة نفس اتجاه السرعة، وقلنا المقدار يقل لو اتجاه القوة عكس اتجاه السرعة. فهنا القوة في الشرق والسرعة في الشرق تسبب زيادة، القوة في الغرب والسرعة في الشرق تسبب نقصان. صلينا على سيدنا النبي. هنا كأنه سايق العربية وداس بنزين فسرعتها هتزيد. ممكن حد يقول لي هنا كأنه سايق العربية وداس فرامل فسرعتها هتقل. السؤال هنا بيقول لي اتجاه العجلة المركزية، خلي بالك سأل على اتجاه. ادي الشمس هتأثر على الارض بقوة تجاذب، ادي اتجاه القوة، ركز في اللي حسام هيعمله، وادي اتجاه العجلة. فاتجاه العجلة قولا واحدا من غير هزار هو في نفس اتجاه القوة. اتجاه العجلة عمودي على اتجاه السرعة، يعني اول اجابة صح واخر اجابة صح، فالاجابة ان شاء الله الف وه. السؤال اللي بعده، عندما يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة على محيط دائرة نصف قطرها، فان القوة المركزية قلناها ياما تغير من الاتجاه، القوة المركزية لا تؤثر على المقدار. فبتوفيق الله عز وجل ألف صح وبه برضو صح. العجلة المركزية اللي الجسم بيتحرك بيها على سطح الدائرة بتعتمد على مربع السرعة، دي اسمها السرعة المماسية، مقسومة على نص القطر، ده قانون العجلة المركزية. ركز معايا، هي بتتناسب طرديا، حد يركز، مع السرعة ولا مربع السرعة؟ خطيرة قوي دي، وعكسيا مع نصف قطر المسار. طب ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف وحدة قياس العجلة، يقول لك عجلة مركزية، يقول لك عجلة خطية، يقول لك عجلة جاذبية. طالما هي عجلة وانا سيب ايدي لازم الاجابة هتبقى متر لكل ثانية تربيع. طب لو جابها لي على شكل مسألة، تعال نجرب استخدام القانون. انا عندي العجلة،
حسام لسه قايل لي تعتمد على مربع السرعه مقسومه على نص القطر. فالراجل قال لي تتحرك سياره بسرعه خطيه، يسميها خطيه يسميها ممسيه معاه، مقدارها اوبا سرعه، مقدارها مقدار السرعه راح قايل لي 20 متر لكل ثانيه. يا ابن حسام هو انا عايز السرعه؟ خليك راجل محترم ولا مربع السرعه؟ حول منحنى نصف قطر. واقول له كتر خيرك ما لعبش معايا، اداني الاردوري. يعني انا هروح على الاله هقسم 20 على 100 ولا 20 تربيع على 100؟ لذلك لازم تلاقي الراجل في الاختيارات حاطط لك رقم 2 عشان اللي مش عارف اللعبه، عشان اللي هيلاقي عجله ويقول العجله بتساوي سرعه، سرعه مفكرها العجله الثانيه هي بتعتمد على السرعه ولا مربع السرعه. فاللي هيفكر في الاثنين غلط، لان انت لو عملت الحسبه دي على الاله هتطلع معاك 4 متر لكل ثانيه تربيع، لان ال20 لما تتربع بتبقى 400 والمقام عندك في 100، ضيع الصفرين مع بعض هتطلع الاجابه 4 متر لكل ثانيه تربيع. واللي فكر التفكير ده غلط. صلى الله على سيدنا النبي. اللي هيفكر في السؤال اللي جاي ده طالب عارف يعني ايه انا عايز اكمل علمي، او عارف يعني ايه ازاي اتعامل مع الفيزياء، او عارف يعني ايه انا نازل من البيت ابويا وامي سايبيني انزل لوحدي ومديني حاجه اسمها ثقه ودافعين فلوس من شقاهم وسايبيني احضر وهم عشمانين ان انا مركز عشان يوم نتيجه ثالثه ثانوي ارسم على وشهم فرحه، ما خليش ابويا يروح الشغل تاني يوم او امي ما تعرفش تطلع البلكونه عشان ما حدش يسالها ابنك او بنتك عمل ايه. اتقي الله عز وجل ووقف الفيديو وحل السؤال الجاي لوحدك. تعال نمشي بالترتيب، عايزين ناخد الاجابات بالترتيب من اعلى الى اسفل ولا من اسفل لاعلى؟ ناخد من اسفل لاعلى. مين اختار ربع؟ يكون صريح ويرفع ايده. طيب بدل ما ادعي عليه ارزعه دعوه خليه يمشي على البحر سلوطه ملوطه. ها؟ مين اختار ربع؟ محدش اختار ربع. طب خليكم فاكرين ان محدش اختار ربع، يعني كلكم اعترفتوا ان ربع غلط. خليكم فاكرين ان محدش اختار ربع. مش عايز كلام. خليكم فاكرين حد اختار ربع شايفني؟ ها؟ خليكم فاكرين محدش اختار ربع عشان هروح على اللي بعدها. حد قاعد اختار ربع؟ بما ان محدش في القاعه رفع ايده اذا محدش بيقول ان الاجابه تبقى. طيب انا مش هقول الصح والغلط، مين اختار النص؟ معانا ناس هيدفعوا الاجابه جيم. في واحدة قاعدة على سوستة ترفع وتنزل يويو ارميها في اي حتة ترجع لك. هوبا ما شاء الله، ده انت عندك فراغ عاطفي ما شفتوش في حته. رفعت شافني انزل. هي بنت الخيبه دي بنت عندها تسلخات ذهنيه. مين اختار نص؟ حبيبي. مين اختار ضعف؟ ممكن اسالك سؤال، انت ليه رافع ايدك وانت تحت؟ انا اللي طالع في الكاميرا مش انت. وحد قالك انا بتصور بالظهر؟ انا هما طلعت في التلفزيون. انا مش بتاع فيزياء بس جات لي صفقه فيزياء قلت ارفع. مين اختار يساوي؟ اسمه حضرتك ايه؟ آه. لا الراجل المحترم احمد. خدت ايه يا احمد؟ احترمك ان انت ما هبتش. فكر يا احمد. بس انا اصلا لاحظت حاجه، كل ما حد يرفع ايده في اجابه مش عاجبك حاجه فخفت تختار لا توجد اجابه صحيحه، بس كل ما حد يرفع ايدك فانا خايف احلها وانت مش مبسوط مني. في الاخر طلعت ما فكرتش. طيب بسم الله حان وقت الحسم،
كلكم اجمعتوا ان الاجابه ايه؟ لا مش ربع. انا بسال سؤال ما حدش اختار ربع. يا عم انت واقف عند البياع، حد قالك ان انا في مقلق؟ نص نص يا عم، انا واقف بدري وعايز عليه سداني. ايه يابا؟ ايه ده؟ هنزل لك الاجابه في سبت. اصبر لازم يخلص ونكمل. الولا رقيق. نص نص بقى. اصبر يا ابني اصبر، انت راضع فيه شوكي؟ كلكم اجمعتوا ان محدش يختار ربع، وفعلا كلام حضراتكم صح، ربع غلط. ناتي للي اختار نص. لاعدي للنص. نص نص قموف. اللي كان بيقول نص قموف، خايف ليه؟ تعال خفش. انا اشكرك جدا على المحاضره، معنى ان انت بتحل دي حاجه محترمه. قفش ده انا هشهرك. اسمك ايه؟ تعالى عبد الله، ربنا يحميك وينور لك بصيرتك. مش هتنسى اللحظه دي. ممكن تقول لي انت اخترت نص؟ ليه اخترت نص عبد الله؟ مش هتعرف تقول ليه؟ عبد الله مسخسخ. طب يعني لو وقفت هنا تعرف تقول؟ لا مش هتعرف تقول؟ لا انت ان شاء الله ناوي علم علوم ولا علم رياضه؟ ادب. الله اكبر. ده احلى دغري. امال بتقول نص ليه؟ مين تاني اختار نص؟ مريومة. ممكن اعرف ليه فكرتي واخترتي نص؟ وعلي صوتك ما تخافيش، انت ان شاء الله دكتورة زي القمر. قلت الام عكسي مع الايه صح؟ الام عكسي مع الايه لما يكون الاف ساقطه. الام عكسي مع الايه لما تكون الاف ساقطه. بس طالما كان عندك منطق في التفكير انا مش زعلان. اللي اختار النص غلط. مين اللي اختار ضعف؟ وبرضه ضعف غلط. تعالى نشوف ليه. لما تخلي الفيزياء تفكر مش هتغلب. صلي على سيدنا محمد. لو بتحبوا الفيزياء اقراوا معايا بصوت عالي، قولوا يلا. ها جسمان، ها محيط دائرة ايه؟ واحدة. اهدى. ادي الدائرة. والجسم ايه؟ اهو. والجسم التاني اهو. وهما الاتنين بيتحركوا على محيط دائرة واحدة. نص القطر ده مختلف عن نص القطر ده ولا هو هو؟ وراح قايل كلمة بنفس يعني السرعة اللي انا ماشي بيها. مجرد ما قال لي على محيط دائرة مش محتاج يقول لي بنفس السرعة، لان كده كده وانا بتحرك على سطح دائرة مقدار السرعة ايه؟ ثابت. اللي فهمان انا عندي العجلة بتعتمد على في تربيع على الار. اللي ياخد باله الاثنين نفس الفي والاثنين نفس الار يبقى الاثنين نفس العجله. حسام بس هو قال لي الكتله. هو لما قال لي الكتله بص في زاويه وحط السؤال في الزاويه الثانيه، لان الكتله ملهاش علاقه بالعجله. ودي جملتي اللي بقولها طول السنه، ولا انا اللي افكر ولا انت اللي تفكر. مين اللي تفكر؟ هو سال يا مريومه على العجله المركزيه، سأل على العجلة، يبقى فكر بالعجلة اللي هي في تربيع على الار. طالما نفس السرعة نفس الار عشان مجرد انه قال لي نفس الدايرة. الراجل ده لو هيحط السؤال لاخر السنة لو انا مكانه مش هيقول كلمة بنفس السرعة. كفاية ان انا اقول محيط دايرة واحدة، لان انا لو دايرة واحدة لازم مقدار السرعة يبقى ثابت. فالاجابة هتبقى تساوي. تملى عليه سؤال مهم. النقطة الثانية الخطيرة جدا، لازم في كل محاضرة تلاقي فكرة رياضة. زي ما احنا عملنا من شوية، هي العجلة بتعتمد على السرعة ولا مربع السرعة؟ بص بقى معايا هنا، ادي العجلة هتتناسب، وادي مربع السرعة. يا رب نسألك التوفيق. الراجل قال لي عند زيادة، ايه الكلمة دي؟ يعني اتكلم على الفي ولا الفي تربيع؟
قال لي لو المربع زاد للضعف وانا ساري بايدي خالص معناها العجله تزيد للضعف، دي ما فيهاش حاجه. طالما الراجل اتكلم على مربع السرعه انا زي الفل. الخطوره ادي العجله وادي التناسب وادي السرعه وادي التربيع. الخطوره في الحركه اللي جايه. لو الراجل قال لي زادت الايه الايه يعني بدل ما كان اسمها في بقى اسمها 2 في، اقول له مع نفسك انا ماليش دعوه بالسرعه، انا يخصني اللي حصل في المربع، فالسرعه زادت للضعف، مربعها يزيد مربع الضعف، معناها ان العجله زادت 4 مرات. لا بص السبوره دي، بص السبوره دي، دي لا قالت. لو قال لي زاد مربع 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 السرعه للضعف، العجله تزيد للضعف. اما لو قال لي زادت السرعه للضعف، اقول له مع نفسك السرعه زادت للضعف، قول لي مربعها حصل في ايه؟ فاكيد مربعها يزيد مربع الضعف، يبقى العجله 4 مرات. انا كعجله يخصني اللي بيحصل في مربع السرعه. بص معايا. قال لي يتحرك جسم بسرعة منتظمة في مسار دائري، فكانت العجلة المركزية تساوي ايه؟ فإذا تحرك الجسم في نفس المسار بسرعة 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 كم في؟ ياللي فاهم فيزياء رد على ابوك حسام، هي العجلة بتعتمد على السرعة ولا مربع السرعة؟ يا الله يا الله رد عليا، السرعة بدل ما كان اسمها في بقى اسمها كم في؟ يعني السرعة زادت كم مرة؟ أنا عايز أعرف اللي حصل في العجلة، أنا يهمني السرعة ولا المربع؟ الأربعة لما تتربع تبقى كام؟ يبقى أنا مش هختار وهتغفل وهلاقي زميلي اللي في اللجنة هيختار 4 إيه؟ الصح هتبقى 16، لأن العجلة هتعتمد على مربع السرعة. صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعده عايزك تركز معايا. جسم يتحرك حركة دائرية بسرعة منتظمة، إذا زادت السرعة إلى وزاد نص قطر إلى، فهذا يعني أن العجلة. وقف الفيديو وحل بإيدك لوحدك، ويا بختك اللي بتحل بإيدك. العجلة الراجل قال لي جسمي يتحرك إذا زادت السرعة للضعف، بدل ما كان اسمها في بقى اسمها كان في، بس عمل حركة. وهنا ده قال لي بدل ما كان اسمه R بقى اسمه كم R؟ مين اختار تظل كما هي؟ اتغفلت، انت ضيعت الاتنين مع الاتنين، يبقى دي غلط. مين اختار تزاب 4 امثال؟ ما يكسفش، اتغفلتي ربعتي البسط ونسيتي المقام، الراجل حاطط كل واحد. مين اختار تزاب للضعف؟ طب مين اختار تقل للنصف؟ لو احنا بصينا الاجابه الوحيده اللي استحاله افكر فيها هي تقل للنصف، لان الاتنين دي لما تتربع هيظهر عندي في البسط رقم 4 الاثنين فيها الاثنين، الإجابة الصح تزداد للضعف. استعين بالله وانت بتحل بإيدك لوحدك، انت كده جاي قدامي بتذاكر وبتتعلم صح. مفيش حاجة اسمها فيزياء اقعد الساعة ونص ولا الساعتين حاطط ايدي بتفرج على المدرس، مفيش كيمياء كده، مفيش احياء كده، مفيش جيولوجيا كده، مفيش رياضة كده، نظام جديد ما بتحلش بإيديك. والله ما جيت من البيت برجليك، قاعد اوانطة شاهد ما شافش حاجة. حل اللي جاي لوحدك. سيب اللي في ايدك وحابب اشتغل في شغل تاني غير السؤال. ممكن حد يحكي معايا لو العجلة زادت 9 مرات مش دي معناها ان مربع السرعة زاد كم مرة؟ معناها ان السرعة زادت بس 3. يعني لو انا جاي من هنا لو السرعة زادت 3، الـ3 تتربع تبقى 9، يبقى العجلة 9. بروفة تانية، لو قال لي ان العجلة زادت 4 مرات
معناها ان المربع زاد 4 معناها ان السرعة زادت كام؟ 2. يعني من الاخر وانا بدخل جوه هنا انا بربع ولا باخد الجسر؟ طيب ممتاز، تعالى نشوف. اما الراجل عمل حركة جميلة خالص. ايه يا عم الحركة اللي هو عملها؟ يا بركة بسم الله. قال لي الاتي، قال لي ان العجلة زادت للضعف، يبقى انا هاجي هنا وهحط مربع السرعة زادت للضعف، يبقى هدخل جوه هنا، يبقى السرعة بس هتبقى جذر 2. جاب لك رقم احنا بنسميه unfamiliar. يعني انا لو كنت مشيت معاك بالعكس وقلت لك السرعة جذر 2 يبقى المربع 2، يبقى العجلة يخصها اللي حصل في المربع. السؤال اللي جاي ده ممكن تلاقيه في امتحان الترم ده ان شاء الله، اكتب لي عليه ان شاء الله في الامتحان، احتمال تلاقي الفكرة دي عندك بإذن الله. استعين بالله وحل بإيدك لوحدك. قال لي جسم يتحرك بسرعة من السي في إذا زاد نص القطر إلى الضعف، بدل ما كان اسمه R بقى اسمه 2R. المفروض العلاقة دي علاقة عكسية، لما ده يزيد للضعف دي تقل لل، فاللي حصل فإن العجلة المركزية تظل ثابتة. معنى ان العجلة تظل ثابتة يعني الرقم اللي هنا فضل زي ما هو 1. فطالما ضربت المقام في 2 اضرب البسط في 2، يعني اللي حصل ان مربع السرعة، بقول مربع السرعة زاد للضعف. فلو الراجل قال لي هنا اذا تم تعديل مربع مربع كنت هختار 2، بس هو سأل على السرعة. طالما سأل على السرعة الرقم يخش جوه هنا جذر 2، ولازم اللي انا عامله ده تشوفه قدام عينيك، واللي شايف الفيديو يثبته واللي قاعد في القاعة يصوره. طريقة التفكير دي مهمة جدا. اخر حاجة السرعة اللي بيتحرك بيها الجسم على المسار الدائري. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. انا لما ابدا هنا واعمل لفه، المسافه اللي انا ماشيتها اسمها المحيط. طب اللفه دي خلي بالك الزمن هنا ده زمن اسمه دوره، دوره كامله واحده. اصحالي بقى الله يكرمك. يعني السرعه المنسيه او السرعه الخطيه بتساوي المحيط على زمن دوره واحده. قليل اللي عارف دي. يعني لو الراجل سي اداني 5 دورات واداني زمن ال5 دورات، لازم اخد زمن ال5 دورات اقسمه على 5 عشان الزمن اللي اعوض به هنا زمن كم دوره؟ دوره واحده. اصحى اللي انا بقوله. السرعه المماسيه او السرعه اللي بتحرك بيها 2R/T. اخطر حاجه في المحاضره هي الخريطه اللي جايه، يا ريت كله يركز معايا. الطلبة متعودة ان يقول له انا عايز العجلة المركزية. كل مصر حافظة ان العجلة المركزية بتساوي في تربيع، حد يكمل جملة مقسومة على R. فالولد هيدخل الامتحان هيتفاجئ ان السرعة المماسية مش موجودة في المسألة. فلازم الطالب اللي فاهم يفكر ازاي يجيبها. تلك السرعة المماسية بتساوي 2R، دي اسمها محيط الدايرة، واحيانا بيسميها طول المسار الدائري، مقسومة على، ركز دي تي كابيتال، زمن الدورة الواحدة. عايز الطلبة تفكر، هيقول لي احسب العجلة، هقول له العجلة في تربيع على R. حضرتك مش هتلاقي الفي تربيع، فهتجيب لي الفي تربيع من المثلث ده. 2R/T، بس خلي بالك ممكن ما يغفلك في التي. فلو اداني زمن عدد من الدورات اقسم الزمن على عدد الدورات عشان اجيب زمن الدورة الواحدة. السيناريو اللي قدامك خريطة حسامية خليلية لحل بفضل الله اي مسألة. ح
حركة دائرية. العيال مفكرة ان انا هدخل هيقول لي عايز العجلة فهلاقي الفي هربحها واقسمها على الار زي ما بيحصل في كتير. غلط. دي انت هيخبي السرعة. فانا هجيب السرعة من تو باي ار على تي هيخبي التي. يعني لو عايز تفكر بالترتيب. اول خطوة لازم اتأكد انه الزمن دوري. تاني خطوة لازم اتأكد من السرعة. لو لقيت دول موجودين تالت خطوة هتعرف تجيب الحاجة. تعالى نشوف. الراجل قال لي بسم الله يدور جسم في مسار دائري افقي نص قطره. ركز في الكلمة نص قطره نص قطره. فاداني الار. بس اللي فاهم فيزياء انا لما هاجي اعوض في القانون بتاع الفي هل انا بعوض بالار ولا انا عايز التو باي ار؟ فالراجل عمل معايا واجب اداني الار بالمتر. شعرنا استخراج المعطيات التاكد من الوحدات اختيار القانون. فانا عندي الار بالمتر بحيث كان يتم. الله الله الله. دوره كامله دوره واحده في نص ثانيه. ادي تي كابيتال. يعني انا لما اجي احل السؤال انا هنا ما عنديش مشكله خالص. الراجل اداني الار واداني التي والتي هنا زمن دوره. يعني لو قلبنا الصفحه بمنتهى البساطه الفي تو باي ار على تي. بص اللي حصل التو ثابت والباي ثابت وهو كان قال لي الار بتساوي 10 على واي والتي كابيتال ده زمن دوره. فعشان كده انا اشتغلت بالنص ثانيه لان الراجل قال لي يتم دوره 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 واحده دوره واحده. يبقى هنا تعويض مباشر. اما زي ما حصل قبل كده قال لي كره مثبته بنهايه حبل تتحرك بانتظام في دائره افقيه اوبا قطرها نصف قطرها نصف قطرها. كتر خيرك. يبقى اداني الار عامله معايا 6 من 10 متر. استخراج معطيات التاكد من الوحدات. فاذا قطعت الكره حد شايف اللي انا شايفه دورتين كاملتين في الثانيه. يلي فاهم فيزياء اذا اللي هشتغل بيه واحد ثانيه ولا نص ثانيه. احسب السرعه الممسيه. هقول له السرعه الممسيه وانا سايب ايدي عباره عن التو ثابت الباي ثابت حته الار. الراجل الدهاني 6 من 10 والتي كابيتال. زميلك اللي في اللجنه هيشتغل بثانيه لكن انت ربنا سبحانه وتعالى بصرك وعارف هتشتغل بقد ايه نص ثانيه. فلو جيت بصيت معايا اول حاجه عملتها حسبت زمن الدوره الواحده. خدت الثانيه قسمتها على عدد الدورات فالزمن اللي هنشتغل بيه انت قلت نص ثانيه وعوضت تعويض. اما المساله الجميله اللي جت في الامتحان وكانت رابطه الترمين ببعض هي السؤال ده. يدور جسم في مسار دائري افقي بسرعه خطيه منتظمه. الله. بحيث يكمل بص الحركه بص الحركه نصف دوره خلال قد ايه؟ لا سيب اللي في ايدك عشان هنا في حاجات جميله خالص. انا خدت نصف دوره في 3 ثواني اللي بتحب ابو حسن خليل. انت هنا انا يخصني نصف دوره ولا دوره كامله؟ يبقى اول تخفيله عندي الولد اللي هيشتغل بال3 ثواني احنا بفضل ربنا عارفين هنشتغل بالكام ثانيه. لسه ما خلصتش. الله الله. فاذا كانت ال يا عيني يا رب اللي يقولها بصوت عالي يجيب مجموع عالي. حدد نقطه. طب حدد نقطه. طب وصل خط. طب طوله هو قال لي الازاحه 2 متر 2 متر يبقى نص القطر بس اللي هيشتغل بيه 1 متر. يعني هنا في تخفيله ان الزمن اللي هيشتغل بيه 6 ثواني ونص القطر اللي هيشتغل بيه 1 متر. فلو جيت بصيت معايا اول حاجه الزمن احنا حسبناه 6 ثواني وبقول لك خلي بالك نص القطر 1 متر. وتتوقع تلاقي فكره زي دي ان شاء الله في الامتحان لانه بيربط لك الترمين ببعض دايما الترم التاني. صليت على سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.